اختتام فعاليات الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ وإشادة بدور البنك في مواجهة التحديات. لافروف يؤكد التزام موسكو بحل سياسي دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا ويقر بوجود عقبات جدية. البنك المركزي الأوروبي يتعهد بخفض التضخم المرتفع في منطقة اليورو ويحذر من عقبات مقبلة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اختتمت اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية. وخلال كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، أشار حسن عبد الله إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية ركزت على دور البنك في إيجاد الحلول وحل المشكلات في القارة الأفريقية. وأضاف محافظ البنك المركزي أن الرئيس السيسي ركز على خطة عمل من أجل مواجهة جميع التحديات لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عن سعادته بتنظيم مصر للاجتماعات الثانوية لبنك التنمية الأفريقي. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي نجحت في الاستجابة للتحديات العالمية. رغم من التحديات المتزايدة على المستوى العالمي بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسب التضخم وأيضا ارتفاع تكلفة خدمة الدين، فإن مجموعة البنك استجابت لهذه التحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية، وقامت بهذا من خلال التمويل ومن خلال منتجات المعرفة، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي وأيضا الهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الهشة، ومن خلال الإدارة التحوطية المالية فإن البنك تمكن من الحصول على تصنيف تريبل اي، وهذا أمر نادر في هذه الأونة، وذلك من خلال وكالة التصنيف الكبرى، وإنني على يقين من أن هذا البنك سيستمر في قيادته القارية. We'll be right back.
أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا عن الشكر للرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله على تنظيم مصر للنسخة الأفضل على الإطلاق من الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ. وأكد أديسينا أن المشاركة المتميزة للرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية تؤكد الاهتمام الكبير من جانب سيادته بدعم مجهودات دول القارة الأفريقية. كما أثنى رئيس بنك التنمية الأفريقي على مجهودات محافظ البنك المركزي المصري في استضافة الاجتماعات وإدارتها بصورة متميزة. الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تختتم أعمالها بشرم الشيخ بعد 5 أيام من النقاشات والمحادثات، وسط تأكيد على الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر. لمصر دور مهم جدا في هذه النقاشات وليها رأي وتوجه واضح. احنا مصر كانت يعني استضافت COP27 وكان برضو ليها يعني توجه واضح جدا وقوي في هذه الاجتماعات. شهدت الاجتماعات السنوية بشرم الشيخ العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي، كما شهدت إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية. بنك التنمية الإفريقي هو الأكثر منظمة إقليمية الأقرب إلى الدول الإفريقية، وهي يعني لديها أكثر من بنك التنمية الإفريقي، مجموعة بنك التنمية الإفريقي مكونة من البنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي. خلال الجلسة الختامية أعلن البنك الإفريقي للتنمية اختيار كينيا رئيسا جديدا لمجلس المحافظين بالبنك في دورته الجديدة لمدة عام، خلفا للدورة الحالية التي ترأستها مصر. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مناظرة حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني بشأن منع من ينتقل من السياسيين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات. وأدار الحوار خلال المناظرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد مبارك، بينما شارك في المناظرة المستشار الأول لحزب المحافظين نبيل مراد وعضو لجنة العفو الرئاسي كريم السقة. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الصالونات النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني. ناقشت الجلسة الأولى من الصالون ملف التعليم قبل الجامعي وتناولت عدة محاور، منها أهمية قرار الرئيس السيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني. كما ناقشت الجلسة الثانية ملف القضية السكانية وخطورتها على المجتمع. أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كريمة أبو نور أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.
اتعمل كم مبادرات، يعني هو تم اهمال الملف فتره من بعد التسعينات لحد 2000 مثلا و14، من 2014 ابتدى الاهتمام بشكل واسع جدا تاني بالملف، وزي ما حضرتك ذكرت كم المبادرات اللي اتعملت. بس عندنا مشكله، اول حاجه انه المبادرات دي مش متكامله مع بعض، يعني بنطلع مبادره وبعدين نطلع مبادره وما بنشوفش احنا حققنا ايه في المبادره دي وناقصنا ايه في المبادره الجديده، فاحنا مش متكاملين مع بعض. وعشان يحصل التكامل ده احنا كتنسيقيه قدمنا مقترح انه المجلس القومي للسكان يعاد الى رئاسه الجمهوريه. المجلس القومي للسكان بالظبط كده، لانه هو كان في الفتره اللي كان شغال فيها كويس كان بالفعل تحت رئاسه الجمهوريه، وبعد كده انتقل لمجلس الوزراء، وبعد كده اتنقل لوزاره الصحه، فبعد كده بقت المبادرات اللي بتطلع من عند رئاسه الجمهوريه او من وزارات المختلفه ما بيتمش التنسيق ما بينها. احنا شايفين انها لما هترجع لرئاسه الجمهوريه هتبقى كل المبادرات دي موجوده تحت المظلة دي. أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود الماض على ضرورة تهيئة الخريجين لسوق العمل. جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. احنا عندنا في إشكالية كبيرة حاصلة حاليا في المجتمع المصري، اللي هو خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول بعض التخصصات الأخرى إلى سوق العمل، وده محتاج تفنيد و نقول زي كده كلاسيفيكيشن للمهن اللي موجوده والتخصصات. بمعنى مثلا انا خريج كليه التربيه قسم اللغه الفرنسيه، كل سنه كليه التربيه بتطلع في اللغه الفرنسيه مثلا 10,000 خريج، هل سوق العمل يستوعب هذا الكم؟ لا، ولكن انا محتاج افتح مثلا لغه صينيه، لغه المانيه، لغات ثانيه موجوده يكون من شانها مربوطه بسوق العمل. أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا علي أن القيادة السياسية تستمع للشباب في الحوار الوطني. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. اقتباسا من كلمات فخامة الرئيس في أحد المنتديات، كان بيوجه كلامه لزعماء العالم وبيقول لهم استمعوا إلى شبابكم. كانت رسالة ورؤية وأصبح يمكن نهج. ولقينا دلوقتي دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني هو تطبيق لهذه الرؤية، وأيضا ليس فقط الشباب بل ذوي الخبرة وكافة الأطياف وكافة الأيديولوجيات نتكلم ونسمع بعض. احنا بنفكر المستقبل بلدنا، القرار تشاركي، القرار بمنتهى الشفافية والحيادية، خاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة ولوجستيات الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيديولوجية. فطبعا يعني الموضوع بالنسبه لنا كشباب، لو هتكلمني كرؤيتنا كشباب، لا كان الموضوع مباشر جدا. الدعوه للراي والراي الاخر كانت مهمه جدا، ويمكن احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عارفين قيمه هذه المخرجات في يوم من الايام هتكون ازاي، لان احنا في الاساس كتنسيقيه احنا طاوله حوار، احنا صوره مصغره من الحوار الوطني كبايلوت او كنموذج اولي للحوار الوطني. شاهدنا قد ايه الفكر ده نجح معانا، شاهدنا قد ايه تقبلنا واخيرا قدرنا نسمع بعض من اقصى اليسار لاقصى اليمين للوسط للمستقل للحزبي. فاذا كانت دايما بتطلع من عندنا ملفات عمل تخدم الدوله المصريه. شددت مقررة لجنة السكان بالحوار الوطني نيفين عبيد على أن ملف الزيادة السكانية شهد كما كبيرا من المبادرات التي تحتاج إلى المتابعة وقياس النتائج، مشيرة إلى أن هناك إشكالية كبيرة في القضية السكانية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. كان عندنا تراكم في مسألة التقييم والمتابعة وحرص عليها، ربما ما كانتش ظهرت القضية السكانية لغاية دلوقتي. يعني أنت بتناقش القضية السكانية لأن عندك مشكلة، مش بتناقشها علشان أنت ما عندكش مشكلة. فأنا بتمنى على ممثلي الجهات الرسمية وخاصة الوزارات والمشاريع القومية وغيرها أنهم يقفوا معانا في الاعتراف بالأزمة. يعني ممكن يكون ساتسفايد أو عنده رضا بتدخلاته، لكن لا تنكر وجود الأزمة. إذا اتفقنا أن هناك إشكالية في القضايا السكانية علينا جميعا أن نقول هناك أزمة في الزيادة السكانية. إذا هناك أزمة تتعلق بالسياسات العمل، يبقى نلتفت إلى هذا وناخد خطوة لورا، عفوا لقدام، بما يخلينا نخرج بقى من حيثية الدفاعية والديفنسنج اللي بيحصل من وقت للتاني.
قالت عضو مجلس النواب ميرال الهريدي إن النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بالتعليم وتطويره. وأضافت ميرال الهريدي أن هناك أهمية للاهتمام بالمنظومة التعليمية للدور الكبير في حل العديد من الأزمات. التعليم هو أساس بناء الإنسان، التحول المجتمعي والنمو الاقتصادي. يبقى من الجملة دي هنقدر نقول إن أساس أي تقدم في صناعات، في تجارة، في بناء الإنسان لازم هيكون من خلال التعليم. وبعدين لما أجي نتكلم عن التعليم لازم ناخده كله في المجمل، التعليم كقضية عامة، مش هقسمها لما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي. لازم الأول أتم ربط جميع سلاسل التعليم ببعضها عشان أسد الفجوة بين مرحلة والأخرى، وبعدين بعد كده أمسكهم جزء جزء، التعليم لما قبل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالمبادرة العامة الجديدة 2023-2024. وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالمبادرة الجديدة بنسبة 30% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً وكذا المرأة المعيلة، وصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. تسعى وزارة الداخلية إلى طرق كافة الأبواب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. في هذا الإطار واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، التي تستهدف توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بخاصة السيدات المعيلات، وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مبادرة كلنا واحد مش بتروح بس المحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة، لا ده بتيجي الصعيد هنا، هي المنيا وصمالوط وكمان القرى كمان. شرفتونا النهاردة ونشكركم وإن مهتمين بالذات الإعاقة، وإن جيتوا المنيا والصعيد هنا وجاب لنا الوجبات الغذائية. بنشكر الرئيس والله على اهتمامه لينا وعلى الضباط الموجودين. بشكر بصراحة على كل اللي بيعملوه معانا، يعني احنا ما فيش حد بيعمل معانا هم اللي بيعملوه. قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن وجه مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لقاطني تلك المناطق. ربنا يخليك يا ريس لينا يا رب. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. ربنا يخليك ويخليك لحال البلد يا رب. مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة إلى جانب المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاطني المناطق المستهدفة، الذين أشادوا بقوافل الدعم المتواصلة التي تقدمها الوزارة لهم، والتي تأتي في إطار تفعيل مشاركتها المجتمعية كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية. قافلة طبية ممتازة جدا كل الكشوفات كان أعتقد كانت موجودة كلها. حاجة بصراحة مشرفة جدا وكويسة خالص، فيها علاج وفيها دكاترة وفيها يعني حاجات كتيرة حلوة ومجاني. بشكر سيادة الرئيس على اللي بيعمله معانا، يعني مبادرة كلنا واحد دي مبادرة من أحسن حاجة اتعملت. كلنا واحد بتخفف الحمل وكده، وربنا يبارك لكم انتوا والريس، وربنا يخلينا سعادة الريس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء عنهم. زمان وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين.
تحيا مصر، تحيا مصر. نجدد لكم التحية. استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الموفد الصيني لي يوي في العاصمة الروسية موسكو. وقال لافروف أنه يرى عقبات جدية أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيدا بالدور الإيجابي لبكين. هذا وذكرت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية أكد التزام موسكو لصالح حل سياسي دبلوماسي للنزاع، ملاحظا وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا ودعمها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام. طالبت ألمانيا الصين بممارسة ضغوط على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا كسبيل لإنهاء الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة الألماني أندرياس ميكاليس المبعوث الصيني لي هوي، والذي يقوم بجولة أوروبية تستمر أسبوعا. وأكدت الخارجية الألمانية أن الصين تتحمل بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي مسؤولية خاصة لأداء دور بناء لصالح السلام والأمن في العالم. تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بخفض التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وخلال احتفال بمرور ربع قرن على تأسيس المركزي الأوروبي، حذرت لاغارد من مواجهة مزيد من التحديات المقبلة التي سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إيجاد حلول لها. قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن أولوياته الاقتصادية هي مكافحة التضخم على حساب حدوث انكماش في بريطانيا. وخلال تصريحات صحفية أضاف هانت أن التضخم في نهاية المطاف ومصدر عدم استقرار، مشيرا إلى أنه يجب دعم بنك إنجلترا من أجل تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار. جاء ذلك قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشار أغلو. وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي أجريت في 14 من مايو، والتي لم يتمكن فيها أردوغان أو أغلو من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات، والتي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة. انطلق منتدى تشونغ كوانسون في بكين بمشاركة أكثر من 80 دولة بالإضافة إلى نحو 200 منظمة دولية. وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إن الرئيس شي جون بينغ يرى أن الابتكار العلمي والتكنولوجي والتعاون الدولي أمران لهما أهمية كبيرة. بمشاركة أكثر من 80 دولة بالإضافة إلى ما يقرب من 200 منظمة دولية، انطلق منتدى شوان قونسون في مركز المعارض ببكين تحت عنوان تعاون مفتوح من أجل مصير مشترك. تمت فيه استضافة المنتدى بشكل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة والأكاديمية الصينية للعلوم، بالإضافة إلى الأكاديمية الصينية للهندسة والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وحكومة بلدية بكين. نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حضر مراسم الافتتاح وألقى كلمة قال فيها إن خطاب التهنئة يعكس تماما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعد الابتكار العلمي والتكنولوجيا والتعاون الدولي أمرين لهما أهمية كبرى، وشدد على أن الصين ست
تسرع في تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار لتوفير دعم قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة في البلاد. منطقة شونغكوانسون تأسست في عام 1988 في شمال غربي بكين، وتضم مجموعات من الجامعات والمعاهد البحثية، وهي أول منطقة وطنية للتنمية الصناعية عالية التقنية في الصين، وتعرف باسم وادي السيليكون الصيني. كما تأسس المنتدى باسم هذه المنطقة الصينية في عام 2007، وتطور إلى منصة للابتكار المفتوح على المستوى الوطني والمنتدى الدولي. أما عن حالة الطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعددا من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وبأحوال الطقس نصل لختام النشرة التاسعة ولم يتبقى فيها سوى تذكرة بالعناوين. ختام فعاليات الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ وإشادة بدور البنك في مواجهة التحديات. لافروف يؤكد التزام موسكو بحل سياسي دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا ويقر بوجود عقبات جدية. البنك المركزي الأوروبي يتعهد بخفض التضخم المرتفع في منطقة اليورو ويحذر من عقبات مقبلة.